مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت. استضيف في الاستوديو النائب عن قوى التغيير ابراهيم نيمي. اهلا وسهلا فيك. شكرا ادم. بالحلقه الاخيره يعني بعد الجلسه الشهيره, جلسه المواجهه بين المرشحين جهاد ازغور وسليمان فرنجي, جلسه التقاطع كما اطلق عليها تسميه, سالتك وقتها اذا كان نتيجه هذا التقاطع واللي صار بهذه الجلسه يمكن الحكم عليه بايجابيه او بسلبيه, والجواب وقتها خلينا نعطي الوقت وما سيحصل من تطورات بعد هذه الجلسه لنحكم اذا ما كان هذا التقاطع ايجابي او سلبي. اليوم حصلت هذه التطورات والاحداث, كيف تحكم على التقاطع اللي صار فيه جدل كثير كبير وحتى اتهامات وجهت لك فيه؟ بعتقد اليوم تقييمه لهذه اللحظة السياسية والخيارات اللي انعملت بكافة إذا بدك الأطياف صارت واضحة المعالم. بالدرجة الأولى هذه الخطوة مثل ما كنا متخيلين ومثل ما كنا شايفين أدت فعلا إلى مبدو الاستبعاد, ولكن إلى تراجع كتير كبير لحظوظ أو لمحاولة فرض سليمان فرنجي, وهذا إذا بدك كان الهدف من التصويت واللي عبرنا عنه بلحظتها بإطار تجرع السم, أنه نحن لسنا داعمين لترشيح شخص أزعور مع الاحترام له, ولكن نحن سنكون ضمن هذا الخيار لتجنب فرض خيارات علينا من خلال تعطيل الجلسات. وبعتقد هيدا الشيء تظهر وصار أوضح وقد يؤدي إلى إذا بدك تفعيل العملية الديمقراطية بالمجلس, بدليل أنه اليوم الرئيس بري عم يدعي لحوار يسبق جلسات متتالية, فهيدا برأيي يعبر عن أبدو الإنجاز, ولكن خطوة إيجابية قامت بها هذه الخطوة أو أدت إلى هذه الخطوة اللي قمنا فيها. وبالناحية الثانية أنت اليوم صاير عم تسمع أنه لا خيار جهاد ولا سليمان مع حفظ الألقاب هن قابلين للحياة, فهات لنبحث بالخيار الثالث. هذا شيء كمان إيجابي بهالناحية, وبعتقد يعني اللبنانيين صاروا شايفين أنه يعني بهالمجال شو كان دور هذيك الخطوة رغم الجدلية اللي دارت حوالي منه. طيب قبل ما نفوت بالخيار الثالث أو الاسم الثالث ويعني الضبابية حول يعني في المرشح المعروف قائد الجيش, ولكن هذا الخيار الثالث ما أنه محصور بس بهذا الاسم, عم يحكي عم ينحكى بأسماء خلف الكواليس, بس البعض بيعتبر أنه ما حصل أو هذا التطور اللي حصل ألغى وأقصى إمكانية وصول جهاد أزغور, ولكن لم يقضي بالضرورة على حظوظ وصول سليمان فرنجي ربطا بما تشهد المنطقة من تطورات والتقارب الإيراني السعودي وأيضا تطورات في الملف اليمني. هلا ما بدي وسع البكار نحن ونفوت بهذه التفاصيل, بس سقط خيار جهاد أزغور ولكن لم يسقط خيار سليمان فرنجي. إذا كانت هيدي النتيجة مش بيعني أنه صار في خطأ تكتيكي فيما يتعلق بالتقاطع اللي صار, وشو الفرق بين الفرض وعدم الإطاحة بحظوظ المرشح سليمان فرنجي؟ زي بدنا ننطر بعد وقت, لكن أنا بعتقد لا, على الأقل على المستوى الداخلي خلينا نقول أنه الاستحقاق هيدا في له مستويين, لأنه لبنان مثل ما هو بنعرف مثل ما اللبنانيين بيعرفوا في مستوى داخلي بما يتعلق بالنواب والقوى السياسية, وفي المستوى الإقليمي اللي بيلعب دور بهيدا الشيء كمان, ونحن اليوم على الأقل عم نشتغل بالدائرة اللي بنقدر نكون فاعلين فيها. بالمستوى الداخلي ايه صار في توازن, يعني شئنا أم أبينا هيدا موجود, وبعتقد يعني بالنقاشات اللي صارت حوالين هيدا الاستحقاق وما بعد, وسمعنا نحن كمان من الموفد الفرنسي بنفس المنطق انه اليوم ما حدا قادر يوصل هول المرشحين, فإذا اليوم أصبحنا بستاتسكو معين وتوازن معين بيقدر يخدنا على خيار ثالث, يفتح على الثالث. هلأ بتقلي والله بكرة بيصير شيء على المستوى الإقليمي بيفرض يرجع سليمان, ممكن وارد, بس هذا الشيء مش بإيدنا, وبيصير يعني بيفرض كمرشح مش مفروض من قبل حزب الله مثل ما أنت عم تعتبر, بيكون مفروض من قبل سواء فينا الخماسية الدول الراعية لهذا الاتفاق, وبالتالي هامش التحرك للقوى المحلية بيصير. طبعا نحن بنضل آدم نعمل بالأخير ضميرنا ومنصوت بالاتجاه اللي منشوفه بيعبر عنا ومثل ما وعدنا الناس, بس إذا شيء يعني خلينا نقول ما في فرض علينا نحن يجي بمعنى مسكنا من إيدنا اللي بتوجعنا بتعطيل المجلس, هذا الشيء فينا نقاومه نحن, بس إذا بده يجي
بطريقة إقليمية معينة والقوى السياسية اللي موجودة هي تلتزم فيه، فهي بتحاسب أمام الرأي العام وأمام جمهورها اللي بدها تصوت لسليمان فرنجية. هذا الشيء بيرجع له نحن، ما فينا يعني بالإطار الديمقراطي نقول لا، ما فينا نقول إنه هذا الشيء مفروض، لأنه المكونات المحلي واللبناني هي اللي قبلت بهذا الموضوع. أوكي، ففي فرق شوي بين هول الاثنين إذا واضحة الفكرة. يعني بالنسبة لي على الأقل نحن بالدور اللي عم نعمله بالمجلس النيابي وعلى المستوى المحلي قدرنا نعمل توازن وصل لمحل إيجابي أكبر. هلأ بيرجع شيء من الخارج بيغير المعادلة على المستوى الداخلي، ممكن ما حدا بيضمن علما أنه أنا كمان هذا الموضوع عندي بيستبعدوا، لأنه اليوم في فصل بين الملفات. يعني حتى بالنقاش الإيراني أو إذا بدك بالاتفاق الإيراني السعودي واضح أنه في فصل للملفات وفي تركيز على الملف اليمني وتأخير كثير كبير للملف اللبناني ومنهم مرتبطين ببعض لهلأ. إذا في شيء صار من خارج إرادتنا كنواب هذا شيء أبعد منه، وهذه إشكالية أساساً أنه نحن اللبنانيين فاتحين مجال لهذا التدخل اللي ما قادرين نحن نضبط ولا نأثر فيه، فمنصير نحن حكماً لعبة برياح الإقليمية أو ريشة بالرياح الإقليمية. هذه إشكالية التدويل أو تدخل الدولي بشؤوننا الداخلية. طيب استخدمت تعبير الفرض، في حال لو فرض التسوية مش المرشح وكان راعيها الخماسية والدول الراعية لهذه التسوية، فرنسا، السعودية، أمريكا إلى آخره، الموقف يعني نواب التغيير أنا يعني رح يعني مش هأشمل ولا عمم، بس في حال صار في هيدا الفرض وأنتوا مشيتوا، أنت حضرتك مشيت بتقاطعات بالمرحلة السابقة، في حال فرض التسوية مش ساعتها بصير التمسك بخيار مستقل بعيدا عن التقاطعات بفرج صوابية الموقف إنه ممكن. نحن لا ممكن هلا كل يعني لحظة بلحظتها بدك تشوف ظروفها. يعني نحن برجع بقول لك نحن لما صوتنا لجهاد أزور أبدا ما كان بقناعة على شخص الوزير جهاد، ولكن بتذكر قلت لي انت مرشح او من يعني من هو اقرب اليك وزياد بارود. تمام، فنحن اليوم في عنا مشكله انه اذا بناخذها نحن بمعزل عن هذا السياق كله ايه بصير كلامك مزبوط، يعني نحن عم نرجع نكرر نفس التجربه وبالتالي لا نروح نحن على خيار ثالث، بس نحن المفروض نشوف هاي اللحظه بالسياق تبعها، كان بلحظتها بوقتها في فرصه انه تعمل توازن معين لانه نحن شايفين عمليه ديمقراطيه معطله، اتخذ هذا الخيار بهذاك الاتجاه بلحظتها معينة. لما بتيجي بكرة لحظة فرض معين شيء تاني بنشوف بلحظتها شو ممكن يكون الأنسب واللي بيعبر عنا. نحن بالنهاية عم نشتغل بسياسة لنوصل قدر المستطاع لأفضل شيء ممكن للصالح العام مثل ما نحن بنشوفه. نحن ما قادرين نغير المعادلة كلها ولا تصويتنا نحن كأقلية إن كان أنا لحالي أو مع زملائي نواب تغيير تانيين قادرين نقلب المعادلة، فنحن منشوف قديه مدى تأثيرنا، شو هاي اللحظة، نحن بيضة إبان، منا بيضة إبان، قديه نحن مؤثرين، مش مؤثرين، في كتير عوامل بتفوت بتقييم الخيار قبل ما نعمله، ومنشوف بلحظتها إذا هيدا الشيء بيكون مجدي، ولكن نحن بالمبدأ إذا بدك منطلقين من نحن منا ملحقين ولا مجبورين اليوم نلتزم بأي جبهة اللي كان ولا بأي خيار ولا بأي محور، هيدا نحن متحررين منه ومستقلين، وبالتالي نحن عنا مصداقية نقول إنه نحن منعبر عن مصالح الناس بهالمحل على الأقل كيف ما منشوفها، وبعدين بكرة الناس بتحاسبنا بالأخير. هذا إذا كان ينطبق عليك، يعني إذا كان لا ينطبق عليك صفة الملحقين ليس بالضرورة ينطبق على زملاء ضمن هذا. كل واحد بيهتم بحاله. طيب يعني بالصيغة أو بالتفسير اللي أعطيتها فيما يتعلق بالظرف السياسي اللي يتطلب خيارات شبيهة من هذا النوع، كأنه يعني قوى التغيير عادة هي المبادرة أو هي التي تتقدم أو التي تقلب المعادلات بغض النظر عن موازين القوى. الطريقة اللي عم بتوصفها فيها أنه علقته أو علقت بدوامة المتلقي، يعني كل خطوة هي ردة فعل وليست فعل بحد ذاته. لك نحن هيك لنكون منصفين وليس من باب تهرب من المسؤولية ولا إذا بدك يعني هذا نتيجة عدم موازين وجود موازين قوى لصالحكم أو نتيجة عدم وجود مشروع موحد منذ البداية. هيك وهيك
هيك وهيك. هلا في جزء منه مشروع موحد ولكن عنوان كان موحد بشعار كلهم يعني كلهم، في بعض النواب بتخلوا عنه، بس نحن عم نجي نقول انه اليوم ايه في عنا مشكله انه احنا لما انطلقنا وتخلوا عنه والحقوا صاروا ملحقين على الارجح هيك، لانه صار في تلاصق بهذه القوى الثانيه فينا نسمي بعدين معروفين. المهم نحن اللي لازم نحكي فيه كيف هالنواب وصلوا وشو قدراتهم. ولا مره نحن كمان ادم بخلال الانتخابات النيابيه وعدنا انه نحن حنقلب الطاوله، فينا نبادر بقدر ما فينا نكون مبادرين وقد ايه بيجاوبوا معك. بالنهايه هن عندهم مصلحه القوى التقليديه انه يفشلوك وانه انت ما تنجح ولا هذه الحاله تتوسع ولا يصير في عندها مصداقيه وانجازات. احنا لما عملنا المبادره الرئاسيه كنا عم نحاول نكون مبادرين وكنا مستشرفين هاي اللحظه، وكنا عم نحاول نعزز البعد المحلي ودور النواب الداخلي انه يكون عندهم دور اكبر بانتخاب رئيس الجمهوريه، لانه نحن عارفين من قبل انه في دور للاقليم، بس عم نحاول نقول بركه بركه هالناس تتجاوب معك، لانه اليوم في استحقاقات وفي انهيار اقتصادي وفي تحلل للدوله عم تعمل انت اللي فيك تعمله. هلا ما تجاوبوا معك شو ما تعمل بالاخير، اذا ما تجاوبوا معك وما كان في فرصه ليشوفوا فيها تقاطع معك ما رح يمشوا، بالتالي ما حينجحوك. فهيدا طبيعي انه نشوفه بهالمحل. كمان الحاله اذا بدك النواب اكيد ما بتساعد، نواب نحن كنواب تغيير ما بتساعد انه تكون مبادر، هيدي بزياده طبيعتها نتيجه التشظي نتيجه عدم الاتفاق. طبعا طبعا اكيد. هون اذا بدك جوابا على سؤالك اذا هي غياب المشروع، ايه في كتير امور نحن متفاوتين فيها ومتميزين عن بعض فيها، وهيدا بيأثر انه إيه ما تقدر تكون انت موحد جهودك حتى تكون فعال اكثر. ايه طبعا طبيعي. طيب هل اول شيء سؤال هلا يعني لفتني، بما انك حكيت عن المبادره الرئاسيه اللي كانت هي يمكن اولى الخطوات المبادره اللي قام فيها قوى التغيير قبل ما يصير اللي صار، هل تم ذكر هذه المبادره او اعاده التذكير فيها امام الموفد الفرنسي خلال لقائه؟ طبعا يعني بالاجتماعات بالرد على الرساله كل النواب. شو ردت على الرساله؟ نحن ردينا بدايه بتحفظ على الشكل، تحفظ كبير على شكل الرساله، وذكرنا انه نحن مبادرتنا الرئاسيه فيها مواصفات للرئيس بتبلش من استقلاليه، من استقلاليه عن السياسيه وصولا للنزاهه ونظافه الكف، ليكون صاحب رؤيه، ليكون فاهم بصلاحياته شو بده يعمل الى ما هنالك. وجاوبنا اكيد براينا شو هي الاولويات اللي لازم يكون عم يشتغل عليها الرئيس وخصوصا بهاي اللحظه، من موضوع الاصلاح السياسي وتطبيق اتفاق الطائف، لا اتفاق مع صندوق النقد وإصلاحات المالية والاقتصادية، لا التحقيق بانفجار المرفأ واستقلاليته، وموضوع استقلالية القضاء، قانون استقلالية القضاء والتزامه بالمعايير الدولية بهالمحل، وأخيرا وأهم شيء هو موضوع السياسة الدفاعية وأنه يكون مبادر رئيس الجمهورية بفتح هيدا الموضوع، لأنه صاير موضوع كتير كبير وإشكالي ولازم ينحل حتى يقدر البلد يتقدم. ففي كتير أمور نحن اصطفينا منها هاي الخمس أولويات لتكون هي إذا بدك أجندة الرئيس، وعم نقول إذا بده يصير في نقاش على موضوع الرئيس خلي ما يكون بس على الاسم، خلي يكون على الأجندة. أنا اليوم بقدر أتفاوض معك على أجندة الرئيس بس ما في أتفاوض على الاسم، يعني ما في يلاقي اسم يمكن بياخد 50% منك و 50% مني، بس بقدر مثلا على هول العناوين أوصل لقواسم مشتركة كون أنا محقق ولو جزء من مكاسب للناس بتقدم على الأقل بمحل من هول المحلات. هذا اللي بيهمنا، نحن نراكم باتجاه إصلاحات تكون تخدم الناس وتخدم البلد. شو كان الجواب على الرد اللي بعتوه؟ وهل كان الرد، هل كان الجواب على الرسالة شفهي أم مكتوب؟ هلا نحن ما صار في رد على الرسالة، على الرسالة صار في لقاء مع الوزير لودريون وتناقشنا بالخطوات المقبلة. يعني الرد اللي صار على الرسالة هو خلال اللقاء الأخير اللي صار معه؟ لأن احنا ردينا على الرسالة وبعدين اجا ورا منا اللقاء. أوكي. الجواب على الرسالة بعدين ما صار في جواب بالمباشر على رسائلنا، ولكن صار في نقاش حوالين الاستحقاق كيف ممكن يتقدم، وصار في نقاش حوالين فكرة الحوار، وصار في نقاش حوالين الخيار الثالث،
وكيف ممكن نحن نتقدم بهذا الإطار؟ هذا إذا بدك فحوى اللقاء يعني بشكل سريع. استشفيته من اللقاء أنه الذهاب نحو الخيار الثالث هو نتيجة عدم قدرة الفرنسية أو عدم قدرة المبادرة الفرنسية المضي قدما وبالتالي فشلها، أم يعني قناعة؟ شو بتعتبر المبادرة الفرنسية هون؟ يعني معادلة سليمة الفرنجية نواف سلام. إيه هيدي خلص، هيدي بعتقد يعني تعبر عنها أنه، ولكن من الأساس بعتقد مبادرة لودريون كانت تجاوزت هذا الموضوع بالأساس. يعني نحن لما منجي منقول هلأ المبادرة الفرنسية، ما عدنا عم نحكي على معادلة رئيس جمهوري مقابل رئيس وزراء، رئيسة وزراء، هيدي خارج صارت اللعبة مبدئيا. المهم من هلأ وبالرايح شو حيصير؟ مثل ما قلنا قبل شوي، التوازن اللي صار بجلسة 14 شهر فتح المجال للخيار الثالث. هلأ كيف بدك توصل له؟ هل توصل من خلال وساطات؟ هل تجي من خلال حوار؟ هل بيجي فرض مثل ما كنت عم تحكي قبل شوي بإطار اتفاق إقليمي؟ هذا اللي بعد مش واضح. طيب هل تعتبر أنه تمكنت على صيرة الفرض، تمكنتم من فرض، من الفرض على حزب الله والرئيس نبيه بري التراجع عن المرشح الذي لا تعتبر لا كانوا يفرضونه؟ لا لا على شوف كيف هي التعويل كان عند رئيس بري وحزب الله هو على المبادرة الفرنسية اللي كانت قائمة على معادلة رئيسة جمهورية مقابل رئيسة وزراء. لما أنت جيت عملت هذا التوازن وكان الدور الفرنسي هو الدافع الأساسي بهذا الخيار، اضطر الفرنسي بعدين أنه يراجع هذا الحسابات. هلأ الرئيس بري وحزب الله بعضهم يعني قد يكونوا بعضهم متمسكين بسليمان الفرنجي كمرشح، ولكن الموتور الفرنسي اللي كان وراء هذا الخيار هو اللي تغير، هو اللي تغير الوجهة، لأنه صار مضطر يشوف أنه في توازن ياخده بعين الاعتبار، أنه إيه في قوى رافضة، في على الأقل ديكن شيء 70 نائب رفضوا أو ما مشيوا بخيار سليمان الفرنجي بغض النظر عن الخيارات الثالثة أو جهاد أزعور. فهذا كان مؤشر أساسي لهم أنه لا مش حيكون في قبول لهذا الموضوع ومش حيمشي، وحتى لو مشي كيف بده يحكم؟ فصار في أسئلة كتير كبيرة أنه كيف بدهم يتقدموا بهذه المبادرة، وبالتالي انسحب الفرنسي من هاي المعادلة وصفى، رجع الوزير الفرنجي مرشح حركة أمل وحزب الله فقط، يعني بطل في دافع إقليمي له. طب إذا كان لا يمكن إيصاله بالأصوات التي يمتلكونها ودون الحصول على موافقة من قبل الأطراف معارضة أو حتى حلفاء معارضة في هذا الاستحقاق، كيف فيك تصنف اللي كان عم بينعمل من قبل هذا الثنائي على أنه محاولة لفرض مرشح؟ لا هو مش الفرض بيجي من خلال التعطيل، هو الفرض بيجي من خلال التعطيل، أنه أنا بيجي بعطل المجلس وبعطل النصاب، علما أن في كلام على النصاب بمحل تاني بنحكى فيه، بس اليوم معظم أو كل القوى السياسية باستثناءنا نحن قبلوا بفكرة نصاب التلتين، فصار بيتعطل نصاب الجلسات ومن هالمنطلق بينفرض مرشح. ما شفناها قبل، لا مع 10 جلسة يعني قبل مع رئيس ميشيل عون بالست أشهر لا قبل بسياق رئيس ميشيل عون، هو كيف انفرض؟ ما هذا كان فرض مزبوط بإطار التعطيل، هالمرة لا، بس هذا هو ببساطة. وصفت يعني الجلسات أو الجلسة اللي دعا لها الرئيس نبيه بري اللي بعد مش معروف شكلها وتفصيلها على أنه إنجاز. لا ما قلت هيك أنا. بلا أنه إنجاز، أنه قدرتوا تتفشوا الأمور نحو الدعوة إلى جلسة حوارية لأنه لم يعد هناك قدرة. لا لا أنا إنجاز كان أنه أقر بالجلسات المتتالية بس مش مفتوحة. ما هو لا مفتوحة مثلا، لانه عم بيصير في كثير بعرف فالمفروض وضحها رئيس بري بعتقد للواء بتصريحه، بس خلينا نقول انا ما قلت بس لانه هيك طنت بدينتي لما سمعتها فقلت بدي ارجع لها. لا لا هي مساله انه انت اليوم قوى سياسية اعترفت انه لازم يكون في جلسات متتاليه وربطها بالحوار، اوكي ماشي هو هذا خياره مش ضروري نحن نقبل فيه، بس بالجزء اللي ما بيتعلق بالجلسات المتتاليه هذا اللي بيهمنا. هلا هون ربطهم ببعض كمان في اشكاليه، وأنا عبرت عنه بكذا مناسبة، إنه إذا أنت اليوم في عندك مثل ما طرح رئيس بري 7 أيام للحوار، وحكما بعد منها بتروح على جلسات متتالية مفتوحة، طب نفترض اليوم ما وصلوا القوى السياسية لتوافق على اسم الرئيس من خلال الحوار، هل هو فعلا
حيسلم ويروح على جلسات متتالية، شو الضمانة انه حيصير هذا الشيء؟ هذا اول شغلة. طيب بركي مثلا القوة الثانية المعارضة ضيعت وقت وكانت غير جدية بالحوار كمان، يعني انت لزمت حالك بإطار زمني، هل يوم ويفتح مجال للخصوم انه يستغلوه؟ طيب هل حيقبل بهيدا الشيء هو؟ طيب في اسئله نحن علينا عنا ما في اجوبه عليها. شو المسار بالتفصيل نقطه نقطه اللي بتعتبر اذا بهيدي الصيغه ساعتها الدعوه لحوار وما يليها هو بيصير يعني توافق عليها او تعتبر انه لا ما ما, ما في انا حط انا مش صاحب المبادره اليوم ادم، يعني اليوم رئيس باللي دعا للحوار، نحن عم نقول ملتزمين باطار الدستور صح؟ شرفوا على المجلس النيابي على الهيئه العامه جلسات متتاليه، اكيد بنقدر ننتخب رئيس جمهوريه، هذه اول مش اول مره بتمرق بالبلد تاريخيا. يعني هن اللي عم يقترحوا انه في بديل تاني لهيدا الشيء، يتفضلوا يعطونا طرحهم متكامل، مين من مين حيترأس الجلسه؟ هلا رئيس بيرلي قال انه هو رجع حيترأسها، لا اجنده العمل، لا كيف بده يصير التمثيل، لا 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 لا. نحن مشكلتنا بفكرة طاولة الحوار من الأساس أنه هيدا إطار نحن بدنا نبتدعه اليوم بهالحشرة وبحالة الانهيار، بدنا نروح نعمل مؤسسة موازية أو إطار موازي، بينما عندك إطار جاهز اللي هو مجلس النواب، عنده نظام داخلي، عنده ممثلين للشعب جاهزين. هون بدك ترجع شوف كيف بدك، مين بده يقعد على الطاولة، كيف بده يتم الاتفاق، وشو الإطار الزمني، وا 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 في أسئلة كتير. أوكي ليه عم نضيع وقت؟ تعال نروح لهونيك مباشرة. إذا هني عندهم طرح لحتى يسرعوا بهالعملية، شرفوا يعطونا تفاصيل ولا ناخد منه موقف. طب دون نفي التهمة عن أنه جلسات الحوار هني بدع من ال... أو في عندك مسألة ضمان تنفيذ الاتفاق اللي بيوصله الواحد، يعني أنت بمجلس النواب تقدر تحط عارفين، يعني اليوم إذا أخذنا قرار بمجلس نواب وتصوت عليه إنه خلص هيدا هو قرار بمجلس بيمثل وعنده شرعية، بس اليوم أنت بتروح على إطار تاني حوار، طب أخذ قرار مين الضمانة إنه يتنفذ؟ لأنه طاولات الحوار قبل كمان ما تنفذت فيها كتير من درجات ما تنفذت. فهيدا هيدي إشكالية إذا بدك الإطار الموازي اللي نخترعه دائما. طيب يعني اللي كنت عم بقوله انه دون نفي التهمة عن انه الحوار بحد ذاته طالما في مؤسسات يجب ان تنظم العمل السياسي هي بدعة بحد ذاته، وكانت يعني تبتدع هذه الحيل لشراء مزيد من الوقت او لانتظار حل من الخارج، بس تجربة او المحاولة للوصول الى اتفاق سياسي خارج الاطر القانونية هو يعني خارج المؤسسات هو شيء على اللبناني شيء يعني شيء دائما جديد، بس كمان بيصير بحالات بلدان اخرى. يعني حينما يصل التصل السياسي الى نفق مسدود او الى 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 جمود يذهب احيانا الى استفتاء شعبي الى صحيح. الى خيارات موجوده بالقانون، هلا لانها مش موجوده عندك بالقانون البدعه بتتحول الى الى حوار. بس ليش في شيطنة لمجرد التلاقي فيما يتعلق ب واقع واللي هو أزمة سياسية لا 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 أفق لألا؟ يعني ما فينا ننكر بأنه حتى لو بدنا نتوافق على فكرة أنه هناك من يعطل، بس هناك جمود سياسي أو عدم إمكانية لخرق سياسي على الرغم من الاصطفاف اللي حاصل. أنا بوافق معك، في جمود سياسي وفي كربجة للسيستم والنظام ما قادر يقلع، لأنه هذا النظام التحاصصي وصل لحد مسدود، واليوم في صراع يعني كتير كبير على المرحلة المقبلة للبلد. وأنا برأيي هو هيدا لب الصراع اليوم، شو مستقبل وشو رؤية البلد. من جهة في تصارع على سلطة كتير كبير، ومن جهة تانية في حاجة لإصلاحات أساسية وجذرية بتأثر على المشهد السياسي وعلى المكونات السياسية كلها سوا. فإذا اليوم أنت عندك يعني صراع وجودي عم بيخوضوا القوى التقليدية برأيي، منشان هيك هالقد مستعصي الموضوع، بس بنفس الوقت ما في عندك قوة بديلة بعد قادرة من ضمننا نحن مع الأسف ما قدرنا بعد نكون القدرة الكافية لنقدر نواجه نكون نحن بديل جدي. فنحن علقانين بهاي اللحظة. هلأ ما في أطر مظبوط، ما في أطر يعني بديلة مثل استفتاء أو
انتخابات مبكره او اللي بدك اياه. المهم بلش تطرح يعني ربما بصيغه التهديد ربما. ايه ما مش جدي يعني مش جدي، بس انه اليوم ما في عندك اذا بدك شيء بديل، وبغياب رئيس جمهوريه كمان اصعب واصعب. يعني اليوم راس الهرم مش موجود، ففي عنا تحدي انه نرجع على الاقل نلتزم بالموجود. يعني اذا في عنا مجلس نيابي وفي عنده نظام داخلي، نحتكم لهيدا المجلس وللقانون ولو لمرة واحدة، وخلي اللي بيربح بيربح واللي بيخسر بيخسر ويحكم، اللي بيربح بيحكم ماشي الحال، حتى لو طلع شخصية نحن لا نوافق عليها مثل بتصير الفرنجية مين ما كان، بس على القليلة بتصير المعركة واضحة أو الأمور أوضح بكيفية المواجهة تماما. ومش بس هيك، في تحمل مسؤولية. يعني اليوم شو مشكلتنا نحن مع حالات التوافق، غير أنه بتصير تخاصص من تحت الطاولة كتير كبير على البلد وعلى الناس، أنه اليوم بتضيع المسؤولية. أنه لا، نحن بدنا يكون كل شارك بالإيصال والكل بتحمل المسؤولية، وهذا بكب على هيدا وهيدا بكب على هيداك. لا، نحن بدنا نقول خي اللي بده ينتخبه يتحمل مسؤولية انتخابه ويروحوا فيها على الأخير، صحتين على قلبهم إذا هن بيربحوا. اللي بده يجيب سليمان فرنجي، الوزير سليمان فرنجي أو غيره، او حيالله خيار بكره حيتصوت وحيقول صوته قدام الناس وصوت، يعني مثل ما عملت القوات اللبنانيه بالمساهمه بايصال الرئيس ميشيل عون، ومن ثم حملت كل بدهم يتحملوا مسؤوليه. ما في مجال، كل واحد مساهم بايصال شخصيه تشتغل بطريقه معينه بده يتحمل نتيجه انتخابها سلبا او ايجابا. اذا انا انتخبت ادم وهو كان والله اشتغل ورائع وفظيع بالدولة، وأنا بكون شريك بهذا النجاح، وإذا كان لا فشل وسيء ووصل لفساد وانهيار الدولة كمان بدي اتحمل مسؤولية. فهي الديمقراطية، وأهم شيء بهذا الموضوع أنه يتوضح المسؤوليات، مش أنه نحن نكون مثلا بالحكومة ومشاركين بالانتخاب رئيس الجمهورية ونرجع نقول لا نحن ما خصنا ونحن عرضنا من جوا، ما بينفع هذا. مشان هيك نعمل موالات ومعارضة، تكون أمور واضحة أمام الناس. لك تسمح لي أخذ فاصل الإعلان، وبعد الفاصل بدنا نحكي عن الخيار الثالث ومن والموقف من هذا الخيار، وتحديدا قائد الجيش بعيدا عن الشخص إنما المنصب، ويعني بتاريخ ما بعد الطائف بيكون تصور خامس رئيس جمهورية عسكري. وأيضا بدي أحكي معك في الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد، وعلى ما يبدو وفاة أو انتهاء مفاعيل الاتفاق المبدئي مع الصندوق، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت، وضيفي في الاستوديو النائب ابراهيم منيمني. ببدايه الحلقه كنا عم نحكي عن يعني الظرف السياسي هو الذي يحدد الخيارات المتخذه. اليوم في ظرف سياسي عم نمرق فيه، والخيار الثالث اللي عم يتقدم هو قائد الجيش. مع كل ما حصل بالفتره السابقه ويعني بعد التقاطعات وبعد مثل ما ذكرت انت يعني معادله مرشحين بيقضوا على بعضهم، هل الظرف السياسي بيسمح أو بتعتبر ضروري لوصول شخصية مثل قائد الجيش بعيدا عن من هو هذا القائد؟ هلأ نحن بعتقد عبرنا قبل هيك مرة أنه أحد مشاكلنا نحن بالبلد هو أنه دائما في استثناءات وفي تجاوز للقوانين والدستور. نحن ملتزمين اليوم بعدم تعديل الدستور حتى لو كانت الظروف صعبة، لأنه بالنسبة لنا المعيار الأساسي اللي نفتقده اليوم ما لنه متعلق بأي شخص، مع احترامنا للجميع، هو متعلق بقدي نحن ملتزمين بالقوانين والدستور. ولو نحن من زمان وجاي كنا ملتزمين كقوة سياسية وكشعب لبناني حتى باحترام القانون ما كنا وصلنا للي وصلنا له. فإذا نحن بالأساس رغم ظروف صعبة ورغم قسوة الحالة، بس الأساس اليوم نرجع نثبت فكرة الالتزام بالقوانين والدستور، لأنه هي مرجعتنا وهيدا اللي بنحتكم له. وطالما نحن عم نتجاوز، طالما بيفتح هذا أبواب للاستثناءات تانية، طالما بيفتح أبواب لتجاوزات وحتى فساد، هيدا بجر هيدا. فإذا نحن ولا ممكن بأي لحظة يعني نتخلى عن هيدا المبدأ، لأنه هيدا من صلب إذا بدك عملنا نحن كقوة تغييرية أنه نرجع نعيد الاعتبار الالتزام بالقانون والدستور حتى لو كانت الظروف صعبة. في خيارات كتير اليوم مطروحة وعم تتناقش بالبلد، وأسماء يعني من زمان وجاي موجودة، فليش لا ما يتم الاختيار بين هالأسماء. بس برجع بأكد أنه اليوم هي المسألة ليست متعلقة فقط بالاسم،
ما وراء الاسم هو الأهم. يعني نحن لما منقول شخصية معينة مثل مثلا سليمان الوزير سليمان فرنجية، طب وزير سليمان فرنجية يمثل مواضيع أو مواقف معينة من مواضيع لا حزب الله وحركة أمل والقوى التقليدية لتبنته، هيدا هو إذا بدك خيار الوزير فرنجية لأنه هو عن عبارة عن أجندة معينة. بالمقابل كمان الخيارات الأخرى بتعبر عن هذا الشيء. فإذا النقاش الحقيقي هو ليس حوالين الاسم ولكن حول ما سيفعله الرئيس في المرحلة المقبلة، ولأنه اليوم هي مرحلة انتقالية ومرحلة صعبة وتطلب إصلاحات، ومصير البلد والقوى السياسية اللي حاكمة بالأغلبية مصيرها على المحك، فإذا طبيعي يكون النقاش حوالين هاي المواضيع. والتهرب من نقاش هاي المواضيع هو برأيي التفاف على الرأي العام. وضع النقاش اليوم حوالين الأسماء هو بأحسن الأحوال يعني تهرب من الحقيقة، وإذا ما كان تضليل للرأي العام. فإذا خلي اللبنانيين يعرفوا شو بدهم من الرئيس قبل ما نحكي بالاسم، الاسم بيرجي بعدين، وقد يكون اليوم الاسم أو يتحول لتفصيل إذا صارت الأجندة متفق عليها. وفي دول أو الخماسية مثلا كراعي لهذا الاتفاق هي عم تضمن هذه الأجندة، فهون بيصير الاسم شبه تفصيل لأنه حكما عارفينيش جاي يعمل الرئيس بهالست سنين. فحتى لو كان الاسم أو الشخص اللي جاي بدعم دولي وعربي قد يحدث يعني فرج أو يعني ضوء في آخر هذا النفق، بضل الالتزام بمبدئية عدم الذهاب نحو خيار لأنه يتطلب تعديل دستوري ربما. هلأ نحن عم نحكي هلأ بسيناريو افتراضي، هلأ فتنا بشو حيز الخيال الدستوري مش الخيال العلمي. على فكرة هيدا موضوع لازم نحكي فيه يعني حتى صرنا نحن بوضع يعني أكتر من سوريالي، إن كان بالنسبة لصندوق الناد أو الحكومة حتى الموازن امبارح، يعني صرنا بمساحات سوريالية يعني فوق الدستور وفوق المنطق شو ما كان. وبالتالي ما فينا نهرب من الأسئلة الافتراضية. يعني هلا ليك أنا ما عن جد يعني صعب علينا اليوم نجاوب على أسئلة افتراضية طالما ما عندك كل المعطيات. بس لما بيجي بجاوب على هيك موضوع برجع أنا للمبدأ الأساسي المنطلق منه. إذا بكرة صار في عنا أي إذا بدك يعني حال ما بدي أقول استثناء أو معطى فاقع، معطى كثير قوي على الطاولة بدنا نتعامل معه ومنكون شفافين مع 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 الرأي العام، منقول نحن طول عمرنا عم نحمل هيك بس نحن هلأ شفنا هيك. فخلينا نحن هلأ بإطار اللي ملتزمين فيه. أنا شخصيا بعتبر صعب جدا علي ومن الأصعب أنه الواحد يطلع فوق الدستور، ولا أعتقد بأي لحظة من لحظات حنتجاوز هيدا الموضوع. واللي هن وصلوا البلد لمحل أنه يصير فيه مخيلة دستورية عالية يتحملوا مسؤوليتهم. يعني نحن مش حنكون إذا بدك المبادرين بطبيعة الحال بهذا الشيء أكيد لا. بدي صعبها أكتر بالخيال أو بالأسئلة الأفترية. لو اقتضى الأمر صوت هو صوت إبراهيم نايمني فيما يتعلق بوصول مرشح، لا بدي ما يعني لحقنا وفتنا لا خلينا يعني لأنه برجع للشيء اللي قلته، الظرف هو الذي يفرض الخيار السياسي وممكن بس لحدود معينة. يعني اليوم إذا نرجع نحن أنت منطلق منه هو التصويت لجهاد أزهر ما هيك؟ طب أنت من الأول منطلق من وضع عارفين أنه لا حظوظ لجهاد أزهر، وهذا أساسي كان بالخيار أنه أنت قادر تعمل مثلا مناورة سياسية من غير ما تكون تحمل تعب عبء توصل حدا مش مقتنع فيه. هذه قناعتك لألك لأنه قناعة بعض الزملاء كان أنه كان في إمكانية بإيصاله عبر كل واحد قناع. لا بالعكس تمام، أنا لو في يمكن فرصة أنه يوصل كما صوتت ما فت بهذا الخيار لأنه أنا مثل ما قلت لك ما بيعبر عني. بس لو صوتك كان ممكن يفرق يوصل او يوصل ما كنت اخذت هذا الخيار، فهذا بجيز لي اسالك السؤال المتخيل حول صوتك. يعني لا نحن الاطار اللي عم نحكي فيه انه بتكون انت بلحظه سياسيه معينه بحدود معينه بتقدر هامش معين تشتغل او تعمل مناوره، بس بالنهايه انت مسؤول امام الراي العام كيف خياراتك حتتحاسب عليها. ونحن ملتزمين بالمبادئ اللي انطلقنا فيها مع الناس وعم نحكي
بشكل شفاف لما بنعمل خطوة معينة ليه عملناها وشو عملنا فيها. فلا بفضل انه هيدا الموضوع يعني حيكون اكيد مش تزق وما حقدر اعطي جواب فيه لانه ما عندي السياق اللي يعني اللي هو حاكم هيدا القرار بمراحله التنفيذية او صعب لا يعني ايه. طيب هناك زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي وهي من الزيارات او من اللقاءات الدورية اللي بيجيها فيما يتعلق بمتابعة العمل على أين أصبحت الإصلاحات أو المطالب المرتبطة بالاتفاق المبدئي أو الاتفاق على صعيد الموظفين. صار في لقاء مع عدد من النواب وعدد من الجهات ولكن صدر تصريحين بارزين من قبل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان وأيضا رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، واعتبروا هذين التصريحين على أنه إعلان وفاة لهذا الاتفاق. توافق على هذا التوصيف أنه الاتفاق المبدئي والاتفاق على صعيد الموظفين أصبح بحكم الملغى؟ يبدو إيه مع الأسف. هيدي يعني فرصة ضاعت على البلد برأيي ولو مؤقتا. كنا شايفين إحنا الاتجاه اللي رايحين فيه القوى السياسية وتحديدا النواب اللي ذكرتهم بمواجهة أو مجابهة، وهذا الشيء مش جديد يعني من زمان من أول ما بلش الأزمة، بمواجهة أي إصلاح حقيقي ممكن يأخذ البلد على محل أو يحطه على سكة التعافي. صندوق النقد هذين النائبين تحديدا طبعا، ولا وفيه في الياس بوصعب، في علي حسن خليل، في كتير كل محافظ الألقاب، كل القوى ممثلة كلها كانت موجودة بهذا الإطار كله من غير استثناء. عم نحكي عن لجنة تقصي الحقائق ولا ما تبعها أيضا؟ كلهم لجنة تقصي الحقائق وما تبعها وبالهيئات العامة، كل القوى من غير استثناء يعني بنسميهم كلهم يعني ايه بهيدا بتشوف فيها كلهم يعني كلهم. فإذا في جزء كتير كبير من هيدا الفشل يقع على عاتق هذه القوى السياسية اللي ما كان بدها بأي لحظة انه تعمل إصلاح. ما في طبعا في ذرائع، الحكومة ما بعتت، ما في أرقام، ما بعرف إيش، بس هذه ذرائع ولا وقائع؟ لا ذرائع، لأنه اليوم النقاش حوالين شو بيسموه الوترفول يعني توزيع الخسائر، تسلسل تبع توزيع الخسائر، هيدا ما بده أرقام، هيدا بده أنت كيف بتشوف المبادئ اللي تنطلق منها لتقول مين بيتحمل هالخسارة أو لا. أوكي. في ناس سرقت، في ناس ارتشت، في ناس فاسدين، في ناس هربت أموال، في ناس هربت من ضرائب، هو أنا ليه بدي رجع لهم مصرياتهم؟ ليه؟ بس إن ذريعتهم أو حجتهم أنه نحن لا يمكن أن نمضي باتفاق مع الصندوق لأنه هو بدي يحط خط زمني فاصل مع الودائع أو المودعين، وهذا شيء هني ما ممكن يقبلوا ظلم المودعين. هلأ يعني هذا هو يعني نرجع له دائما لانه لا بتتوضح المفارقه انه كل هذه القوى السياسيه اللي كانت موجوده بنفس المواقع لسنين وسنين وسنين، لما كانت المصاري عم تنصرف، لما كانت عم تنهدر، لما كانت عم تتحول من خارج الاطر القانونيه، وعارفينين بالهندسات الماليه وعارفينين بالطبخات وعارفينين بالكومبينات اللي راكبه، هو اللي نفسهم الأشخاص بس عم تظلمهم شوي. إبراهيم كنعان عامل إبراء المستحيل، الوزير علي حسن خليل بيقول أعمل قطع الحساب. أقول لك شغلة، هيدي المشكلة إنه أنت اليوم نفس الأشخاص اللي هني عم بيقولوا نحن جايين نحمي المودعين ولن نقبل ولن نرضى إلا بقدسية الودائع ومع ما بعرف إيش. الوزير علي حسن خليل بتذكر بنقاش الكابيتال كنترول أول بند حطوا قدسية الودائع، يعني إنه هني نفس هالشخصيات والقوى السياسية اللي كانت موجودة هي اليوم بدها تزايد بالدفاع عن المودعين. يعني في شيء كمان بالمنطق. أنا كيف إذا أنت اليوم كنت شاهد على كل هيدا المسار وبتعرفه، كيف أنت اليوم تقدر تدعي إنه أنت عم بتدافع عن حقوق المودعين وجاي الـ IMF من برا هو مستهدف اللبنانيين وهو مستهدف المودعين، وشو من منطلق ايديولوجي يعني كمان انه
في شيء صار كثير في شيء صار هيك اذا بدك سوريالي. فلا في تناقض كثير كبير. وبعتقد اليوم السؤال اللبنانيين غير ما فوتهم لا بتقنيات ولا باسئله ولا بتوزيع خسائر, ما حفوت بهالتقنيات. اذا شخص اليوم كان موجود وشهد على تبديد الاموال وعلى الهندسات الماليه وعلى هيدا مواضيع الدعم وكل الفلسفات اللي شفناها نحن المالية قبل وانهدرت الفلوس, هو نفسه بيكون نحن قادرين نسمع له بأنه يطرح حل؟ يعني لا إذا بدك ثقة بالشخص ولا ثقة بقدرته إذا شيء. يعني إذا كان هو نفترض نيته طيبة بس ما عرف يشتغل أول مرة وراح وضاع له فلوس, برجع بأمن له على الفلوس مرة تانية؟ في شيء مش منطق بالمرة. لا بعتقد هيدي من باب ال طيب المزايدة. يقول اللبنانيين امام اختبار, يعني هن بدهم هون يحسموا رايهم, هل هن بيرجعوا بيعطوا الثقه او لا, ولا بدهم يسمعوا لشيء جديد؟ غريب انه حدا مثلا ممكن يتخيل انه صندوق النقد بهيدي اللحظه جاي يفرض على حلول على اللبنانيين تضرهم, اوكي, والمنظومه السياسيه اللي كانت موجوده جاي تدافع عن اللبنانيين. يعني عرفت في شيء شوي ما بتضحك يعني. طيب إذا طار الاتفاق المبدئي مع الصندوق وفي الحكي دائما أنه لا إمكانية لأي نوع من التمويل واهبات وقروض إلا إذا كان من خلال عقد برنامج مع الصندوق, شو المخرج ساعتها؟ الاستمرار ب ما يسمى بخطة الظل؟ إيه خطة الظل. بس ما هي شو خطة الظل؟ هاي المشكلة, الناس ما بتعرف, ما عم تعرف الناس يعني خطة الظل. ما هني شو عملوا؟ بيجوا إني بيعزلوك, يعني بيصيروا بيحطوا العداء عليك كل واحد لحاله. بس راعي هذه الخطة واللي هو كان حاكم مصرف لبنان لم يعد موجود على الرغم من الإيجابية التي يعني يتلقاها الحاكم بالإنابة ببعض الممارسات أو الخطوات, هذا الشيء بكفي؟ بكفي بأي معنى يعني؟ بكفي بنفس ال يعني أنه بتكفي خطة الظل أصلا؟ ما هي خطة الظل إلى أمد يعني, بالأخير بكرة بيخلصوا الفلوس, بكرة بيخلص مخزوننا من العملات الصعبة, شو بنعمل؟ في مشكلة عنا بآخر تشرين, ما في فلوس, كيف بدنا نشتري دواء, كيف بدنا نشتري خبز قمح؟ تسوية سياسية تتيح إعادة تكرير الهبات وهبات ولو دون أو الذهاب إلى خطة ظل مستدامة أكثر, دولرة للاقتصاد, دولرة على الضرائب. يعني شو حيكون البديل؟ يعني قتل الليرة اللبنانية أوكي كأداة تدخل للدولة لتقدر تحمل اقتصاد أو تقدر تساعد فيه بلحظة من اللحظات. هيدي نحن أداة عم نخسرها بإطار الدولرة اللي عم بتصير. هلأ بعرف أنه المشاهدين يمكن يعني موضوع تقني صعب, بس كل الدول اليوم بيكون عندها عملة وطنية لأنه هاي الطريقة الوحيدة اللي فيها تتدخل الدولة فيها بالسياسة النقدية وتقدر توازن قد ايه بتشتري, قد ايه بتحول العملة صعبة بتشتري من برا, قد ايه بتقدر تدفع للقطاع العام, قد ايه قد ايه قد ايه. هيدي كلها يتأله دور الليرة فيها. بس اليوم ما في اقتصاد, ما في دولة بلا عملة وطنية. ما بالضبط. هلا في تجارب قليلة يعني, بس يعني في يعني بتعمل اشكاليات كتير كبيرة, وهذا الشيء اللي ما عم بيقولوه. بس نحن عم ياخذونا على هيدا الخيار قسرا ودون علم الناس, يعني بشكل غير شفاف, بمعنى انه اليوم في عنا حكومة تصريف اعمال عم تقدم موازنات انت ما قادر تسائلها, ما قادر تسحب منها ثقة. كيف هذا الشغل بيصير؟ ومش شهر وشهرين, عم نحكي حتصير حيصير لها سنة. هلا الرئيس مياتي بيقول الحكومة انجزت كل القوانين الاصلاحية. ايه ما ايه 100% نخلي الناس تحكم لا لا انه انجزت شيء. واليوم انه أول شيء نحن لا ناقشنا إعادة هيكلة المصارف, أوكي هذا ما تناقش. موضوع الموازنة أوكي نعمل في عليه مشاكل نحكي فيها لحاله, 2023 يمكن ما تتناقش حتى ينقروا اثنين سوا. ايه نقروا اثنين سوا. أنا عرفت صرنا بمحل سوريالي إنه بتجي الموازنة مثلا مؤخر يعني خارج المهلة الدستورية ضام على 2024, ما حدا بيعرف أمتى بتتنفذ, ما حدا عم يعرف كيف عم ينصرف بلا قطع حساب ويلا سوريالي. لا كل الوضع صار هيك خارج إطار أي شيء.
هناك رهان على الوقت بالأسابيع وبالأشهر، مش بالأشهر حتى، بظرف شهر أو شهرين، فيما إذا كل هذا الحراك المحلي والدولي سينتج تسوية أو سينتج، مش ما بدي أقول حل، لأنه الحل بيعطيها كثير من الإيجابية، بس مخرج لهذا الانسداد السياسي. في حال هذا الشيء لم يتحقق، واضح جدا أنه حتى المصرف المركزي بتصريح الحاكم بالإنابة أنه أنا بقدر أمن المعاشات هذا الشهر، ما بعرف كرمال الشهر الجاي. في حال لو كنا قبل نشتري، يعني عم ينشرى الوقت بالأشهر وبالسنوات، هلأ فتنا بشراء الوقت بالأيام. في حال لم تنجز هذه التسوية بحوار بغير حوار بالصيغة، شو فتنا هون؟ رجعنا للخيال، الاجتهاد الخيالي. شو بتخيل ممكن يصير بالأسابيع المقبلة؟ ما عندي حقيقة تصور شو ممكن يصير. بينجبر الحاكم بالإنابة التراجع عن صلابته بموقف عدم استخدام الاحتياط وضخ المزيد للشراء، يعني بيكون بخالف القانون بكل بساطة. لا بيتحاسب، يعني مثل ما إن شاء الله بيجي وقت منحاسب على الأقل رياض سلامة، بس كله بالنهاية لما بيخالف القانون. أول شيء يعني شو بدك بالقانون؟ بيتحمل مسؤوليته قدام الناس، يعني قدام التاريخ. هالبلد قد معانا من هاي المنظومة السياسية من تجويع وتفقير وسرقة لمال الناس، حيجي وقت وكل واحد يتحاسب، إذا مش قدام، يعني قدام القانون، قدام الناس. بكرة خليه يمشي بين الناس ويتحمل مسؤوليته، بس ما عاد في خيارات، ما عاد في خيارات. مشان هيك أنا كنت عم أقول قبل شوي، شو البديل عن اتفاق مع صندوق النقد؟ شو البديل؟ ما حدا عم يجي صارح لبناني شو البديل. في نظريات منستثمر أموال الدولة، قانون القوات تبع المؤسسة العامة، الصندوق الائتمان تبع التيار، الصندوق السيادة، قد ما شو ما بدك، يعني اختراعات. ونسأل عنا صندوق النقد بالمباشر بالاجتماعات وقال ما بتمشي، ما في فلوس كفاية، يعني بدكم تنقوا، يا بدكم تستثمروا الدولة لتعمل شبكة أمان اجتماعي، يا بدكم تردوا أموال وما حتقدروا تردوا الأموال. فالخيارات كتير محدودة، ولازم هن يكونوا شفافين مع الناس، مثل ما نحن على الأقل شفافين بخياراتنا، يقولوا كيف بدهم يحلوا المشكل ولمين الأولوية. لأنه اليوم الضحية هو 80 أو 90% من الشعب اللبناني الذي خسروا القيمة الشرائية تبعهم، قدرة الشرائية تبعهم، عم يخسروا الليرة كعملة وطنية، عم يخسروا مدخراتهم، عم يخسروا تعويضاتهم، عم يخسروا قدرتهم للوصول إلى أبسط الخدمات. مستوى الفقر عم يتصاعد، الهجرة عم تتفاقم، التلوث حدث ولا حرج، ما قادرين ندفع للقوى الأمنية تضبط الأمن، عم نشوف شوي شوي ميليشيات عشوائي على الأرض. هيدا كله ثمن اجتماعي عم ندفعه نحن كلبنانيين نتيجة هيدي خطة الظل. خليهم يقولوا، يعترفوا أنه هيدي هي خطتهم، هيدا خيارهم، ما بدهم يروحوا على صندوق النقد لأنه هن عندهم أولويات غير الشعب اللبناني. هيدا هو الحقيقة. سؤال أخير، يعني باقتضاب أو باختصار، عم بيكتر الحكي حول النزوح غير الشرعي والتهريب على حدود، وفي البعض بيعتبر أنه هذا يعني تخويف بغير مكان، وفي بعض بيعتبر أنه هيدا بيخدنا حتى على الخطر التغير الديموغرافي بالبلد. لك خطر التغير الديموغرافي أكيد هو هاجس، تمام؟ السؤال هو كيف بتعالج هيدا الموضوع؟ اليوم ما حدا من اللبنانيين بيوارد أنه يستعمل على الأقل هيدا الفزاعه اللي عم بتصير تبع اللاجئين بإطار طائفي أو تغيير ديموغرافي، بس تعالوا نتعامل معه بشكل علمي. كل المزايدين اليوم اللي بيحكوا بدنا نرجع وبدنا ما بعرف إيش، طب أخي ما نحن بدنا نشوف، هل النظام السوري قابل يرجع اليوم هون؟ ما في جزء ضخم من الـ من الـ من اللي اجوا لاجئين هن بالمحيط او على الحدود اللبنانيه السوريه بالضيعه اللي حوالين منا، وهول تحت يا سلطه النظام يا حزب الله. طب هول بيقدروا يرجعون؟ خلي يكون في قرار. هيدي مساله سياسيه معقده، واليوم المزايده بهيدا الموضوع هي خطيره، لأنه يعني لا توافق على التعبير اللي أطلقه قائد الجيش ولو حذف من المحضر على أنه ازدياد التهريب عبر الحدود هو بات يشكل خطر وجودي البلد؟ بس ما لحظة، يعني مين اللي المفروض، يعني نحن ضد أكيد فلتان الحدود، طيب
نحن كيف بدنا نعالج هيدا الموضوع؟ مش القوى الأمنية والجمارك والجيش حرس حدود بعدنا عم نقول أناشط ما بيقدر يتأمنهم. طيب شو الحل يعني؟ بس اليوم أوكي في عنا خطر كان بلش من 2011، خلينا نجي نحط الأمور بنصابة. شو عملوا الحكومات المتعاقبة لمعالجة هيدا الموضوع بالإطار القانوني وإطار حقوق الإنسان وكل موجود يعني، وفي مساعدات إجت؟ شعر الوطن الحر من وقتها بيحذر. حذر إيه؟ بس شو السياسة يعني؟ اليوم عم نحذر بس نحن بدنا بوليسي، يعني بدنا سياسة لنتعامل بشكل علمي مع هيدا الموضوع. وين بتحطهم؟ كيف تتعامل معهم؟ شو السياسة الدبلوماسية المقابلة؟ كيف بدنا نضغط نحن مع المجتمع الدولي لنأمن عودة كريمة آمنة؟ هيدي فيها تفاصيل، ما فيك تجي هيك تقول أنا بدي بس رجع وخلص من غير ما يكون في حقيقة قدرة مادية وسياسية واجتماعية لهيدا الموضوع. في أشياء، في سياق معقد، مش عم نقول بدنا نخليهم، بس خي كيف بدك ترجع أنت؟ بدك تعالج الموضوع. بعدين اليوم حالة الفلتين اللي صارت باللجوء بداخل لبنان اللي خلق التنافس بين اللاجئ السوري والعامل اللبناني أو أصحاب العمل اللبنانيين الصغار، واللي هي دي كان لازم تتنظم. يعني هيدي مين مسؤول عنها؟ هن لحالهم هيك؟ ولا اليوم في تقصير كتير كبير من الحكومات القوى المتعاقبة اللي كان فيها معظم القوى السياسية أو كلها بالتعامل مع هيدا الموضوع لحماية اللبنانيين وفرص العمل للبنانيين ومداخيل اللبنانيين؟ حتى هيدا الصيغة بيستفيد منها البعض، يعني وفق النموذج الاقتصادي القائم، يد عاملة رخيصة أجنبية مقابل تهجير ما تبقى من يد عاملة أو لك. هذا الموضوع ما بيمشي بالمزايدات، هذا الموضوع بده معالجة بالعمق، بده ينعمل يعني يكون في إحصاء دقيق، اليوم يكون في توصيف دقيق لشو هي المكونات الوجود السوري. يعني نحن عنا ناس من زمان يد عاملة سورية، طيب هولي عندهم وضع، نتعامل معهم بطريقة معينة، بناخد منهم ضرائب، عم يشتغلوا عم يستفيدوا من النظام الاقتصادي، خد منهم ضرائب، نظمهم خد منهم ضرائب. اليوم ما في تنظيم، في ناس مثلا عم بتفوت وتطلع عم تستفيد من فلتين، هولي كمان إلهم معالجة، في لاجئين حقيقيين عليهم تهديد، هولي بتعامل معهم الواحد بشكل تاني. فإذا النظرة لها هيدي بدها تكون معالجة بالعمق علمية حتى ما نفوت بمشاكل بتعاميم تخدنا على محلات أصعب وأصعب، أو مثل ما كنا قبل بالشعارات نوصل للا عمل أو لا مبادرة، ونرجع كمان نوقع بمشكل أسوأ، وبيبقى الشعار والعمل لا ينجز أساسا. إبراهيم نايمني، أنا بدي أشرق على هذه الحلقة وعلى هذا النقاش فيها. شكرا لك. شكرا لك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة.